احنا اليوم في اطار المبادره التطوعيه اللي كتقوم بها جمعيه مغاربه ونفسها خير، يعني هذه المبادره مبادره سنويه باش اننا كنديروا حمله للتبرع بالدم، رساله لجميع البيضاويين وجميع المغاربه بصفه عامه باش هما يتبرعوا بالدم، لانه كاين بزاف ديال الناس محتاجين لنا، غنحطوا نفوسنا حتى حنا واحد النهار باننا غنمرضوا غنحتاجوا الدم. فلهذا كنتمنوا ان الجميع تكون عنده هذه المبادره، يعني مبادره تطوعيه، يعني تجي تبرع بالدم، لانه الاحتياطي ديال الدم في المركز فهو شبه فارغ، يعني كاين خصص كبير في الدم. فكنتمنوا ان الرساله توجه للجميع باش انهم يلتحقوا جميع المراكز اللي قرابه لهم باش هما يتبرعوا بالدم. كنبغي نشكر بعدا مغاربه ونفتخر على هذه البادره اللي زوينه كيديروها تقريبا كل سنه، اللي كيعاونوا بها بزاف ديال الناس، وانا بالدور ديالي جيت اليوم متطوعه باش ندير هذه المبادره ونعاون على الاقل حياه واحد اللي يكون محتاج ليا. وكنصح كل واحد انه يتبرع بالدم ديالو، ما يخسر والو، ويعتق حياه شي واحد، لحقاش كل ما اعتقتي الناس غادي يجي شي واحد وغادي يرد لك نفس الحاجه.